السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في الفيديو ده حبيت اني ارد على استفسارات اعضاء القناة الكرام الخاصة بكيفية مشاهدة فيديوهات الموقع باللغة العربية وترجمتها. طبعا اغلبنا يعرف ان موقع مايكروسوفت التعليمي اللي انشأنا عليه حساب بالامس، معظم الكورسات عبارة عن فيديوهات تعليمية يجب أن إحنا نشاهدها ومن ثم الإجابة على الاختبار في نهاية الصفحة كما هو مطلوب مننا في مهمة اليوم. ولكن بشكل أساسي ورئيسي حبيت أني أنا أوضح إزاي بشكل سهل وبسيط نحول الفيديو إلى اللغة العربية، طبعا ترجمة إلى اللغة العربية بيكون هو باللغة الإنجليزية. بشكل بسيط بنشوف مثلا الفيديو الأول في كورس اليوم، بنضغط بخليه أكبر شوية، بحوله على موقع اليوتيوب عشان نقدر نشوفه بشكل أوضح. بيكون هنا خليني أنا أخلي الصوت على الصامت. بشكل بسيط عندنا العلامة الأولى اللي هي Subtitles، لو أنا ضغطت عليها مرة راح بشكل تلقائي راح يطلع لي الكلام مكتوب بشكل أوتوماتيك باللغة الإنجليزية. طيب أنا عايزة الحين عايزة أحول الكلام إلى اللغة العربية، فأنا بروح على الأيكون الثاني اللي على شكل علامة الترس اللي بتكون هي السيتنج، نضغط على السيتنجز، الاختيار الثاني اللي هو Subtitles من تحت مكتوب هنا English، يعني الكتابة بتكون باللغة الإنجليزية، بضغط عليها مرة أخرى ويطلع لي قائمة فيها Off يعني عدم إظهار الكتابة English باللغة الإنجليزية، وآخر واحدة هي اللي تخصنا اليوم وهي Auto Translate، نضغط عليها Auto Translate لترجمتها. طبعا بيسألني أي لغة إن أنا أحب أترجم الفيديو، طبعا كل اللغات أغلبها موجودة، إحنا طبعا بنختار Arabic اللي هو اللغة العربية. مباشرة بتتحول الترجمة إلى اللغة العربية، ولكن في بعض الأحيان بيكون الخط صغير لا يمكن رؤيته، فإزاي إن أنا أخلي الحجم الكتابة واضح بشكل أكبر أقدر إن أنا أشوفه؟ من نفس المكان Settings نضغط عليه مرة أخرى، نروح عند Subtitles، طبعا تحول الآن من English إلى Arabic، في الأول كان موجود English فقط، نضغط على Subtitles مرة أخرى يظهر لنا مباشرة فوق على أقصى اليمين كلمة Options، نضغط على Options هي اختيارات إزاي أنا أحب أشوف الترجمة، هل أنا أحب أغير الخط أو أغير اللون أو أغير الحجم الخط أو الخلفية أو الكواليتي، دي كلها اختيارات بتقدر أن أنا أختار منها اللي يريحني. طبعا إحنا هنا بنحب نختار الخط بشكل أكبر، فبضغط مثلا 150% 200%، الخط طبعا بيكون أكبر وأوضح وأقدر أشوفه بطريقة تريح عيني، أقدر أن أنا أخليه 150، أقدر أني أغير اللون مثلا اللون الأصفر لو أنا أحب أشوف بلون تاني، يعني إحنا بنختار الاختيارات أو السيتنجز وأقدر اللي أنا أشوف بها الترجمة بشكل مريح يقدر يساعدني على متابعة الفيديوهات في الموقع والانتهاء من جميع المادة العلمية، وفي النهاية أحصل على الشهادة بشكل بسيط وسهل بإذن الله تعالى. وشكرا لكم.